السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اونلاين عبارة عن ODOO، ده بينظم لك الشغل بتاعك في نظام الـ ERP، بحيث ان انت تقدر تتحكم في المشاريع بتاعتك، تراقب الوقت، تراقب المشروع. خلينا نبدأ مثلا على سبيل المثال، هقول له انا عايز من هنا بروجكت. هو ده نوع من الاوبن سورس الـ ERP. اقدر اقول له هنا انا عايز اعمل تراي، فما عايز اجرب. فبتبدأ بقى تكتب اسم الشركة بتاعتك، التليفون، حجم الشركة، الاهتمام بتاعتك. تمام، انا اديله بس D4 لان انا كنت عامل واحدة قبل كده. فهو بيحتاج ان انت تدخل على الايميل بتاعك، تأكد ان الايميل ده تبعك. بعد كده هو بيقولك اعمل اكتف خلال 4 ساعات. اقول له انا عايز بروجكت، بيقول لي ابدا يعمل مشروع جديد. فاقول له انا هعمل مشروع جديد هسميه بيم اربيا. تمام، البروجكت الايميل، فممكن تسميه bim@bimarabia4.odoo.com. اقول له كرييت. تمام، فهو بدا يجيب لي صفوف، يعني ممكن اقسم ده البلاننج، ده الديزاين، ده الكونستراكشن، واكتب هنا المهام وانقل من هنا لهنا. يعني على سبيل المثال مثلا ده بلاننج ات، بيقول لي اللي بعد كده هقول له ديزاين او خبري ديزاين زي ما انت عايز، كونستراكشن. اقول له اد، بعد كده تقدر تضيف المهام اللي هنا، وكل واحده من دول تقدر تنقلها من مكان لمكان. يعني هقول له مثلا هنا انا عايز اعمل مهمه معينه، مثلا ايه سينك اساين تو، لو عندي اكتر من يوزر اختار اني يوزر اللي هوكل له هذه المهمه. تمام، اد. تمام، بعد كده ممكن تعمل مهمه ثانيه، وليكن مثلا دو. تمام، ممكن تعمل مهمة بعد كده تشيك. طيب دي كده عندنا كذا مهمة، الواحدة فيهم مثلا اتنقلت لمرحلة تانية، فأقول له انقل لي دي من المرحلة دي لدي. فبدل ما كانت في البلاننج بقت في الديزاين. الدو ممكن تنقلها هنا، وبعد كده دي ممكن تنقلها في مرحلة الكونستراكشن، وهكذا. يبقى انت عندك كذا مرحلة وكل واحدة فيهم. وهنا هيقول لك انت عندك كام مهمة. تمام، يبدأ يعد لك الحاجات بقى، هنا دي 2، هنا 0، هنا 1. ممكن في اي وقت تعمل فلتر للتاسكات اللي عليك لو في اكتر من تاسكات. طبعا انا الوحيد اللي هنا، كله عليك، يعني كل حاجة عليا. تمام، بيقول لي اعمل انيبل للديسكتوب. وزي ما انت شايف دي حاجة مجانية، وفي نفس الوقت قوية جدا ان انت تبقى عندك اكتر من واحد شغال في الفريق، وتقدر تدير المشروع من خلاله. وكل ده اونلاين، وممكن تسطب التطبيق تقدر تتحكم فيه. تمام، فاتمنى الموضوع يعجبكم ان شاء الله، وتلاقوا الاودو لذيذ معاكم باذن الله.